السلام عليكم. اليوم نروحوا إلى ولاية وهران لنقف على الأشغال نتاع الطريق الاجتنابي لمدينة عين ترك ومرسى الكبير، وكذلك ما يسمى بالكورنيش سوبيريور. هو الطريق هذا المزدوج، طريق سريع الذي تم يعني الانتهاء الكلي من الأشغال نتاعه، وتم تدشينه اليوم من طرف والي ولاية وهران. وهنا نشوف هذا الطريق هنا لينطلق على مستوى ميناء وهران، ثم ينطلق هنا بالجهة يعني الجنوبية هنا على مدينة مرسى الكبير، ثم يروح بالاتجاه نتاع بوسفر، ويتفادى كذلك مدينة عين ترك. وهنا نشوف طريق، هو طريق جبلي رائع، يمد مناظر رائعة على ساحل وهران وساحل كذلك عين ترك، وكذلك من الجهة الجنوبية عندنا منطقة جبلية جميلة جدا. نشوف هنا هذا الطريق يعني المنعرجات نتاعو رائع. سوف تكون لنا بعد نهاية العرض هذا صور نتاع الدتشين نتاع الطريق هذا. إذا نشوف هنا طريق رائع، نخليكم مع الصور. إذا والسلام عليكم. قال